محافظ صلاح الدين يعد تفجير أبراج نقل الطاقة إرهاباً سياسياً، ويطالب القيادات الأمنية بعمليات استباقية لمنع المخربين من تعكير حياة المواطنين. محافظ صلاح الدين يحدد أولويات وضوابط افتتاح المستشفى التعليمي لرفع مستوى الخدمات، ويثمن مراحل تأهيل ملعب تكريت الرئيسي. أهالي صلاح الدين متفائلون بنتائج استراتيجية المحافظ للإصلاح، والهجرة تباشر بإعادة الأسر النازحة لمنطقة سيد غريب. والرئيس صالح يحذر من فشل احتياطات النفط للعراق بتأمين مستقبل أجياله بسبب الفساد، ومطلب نيابي بتقديم المتلاعبين بقوت المواطن للقضاء.